مشاهدينا نرحب بكم من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تستمر مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يسرنا أن نستضيف الآن معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية البحرين. مع الوزير، مرحبا بك معنا على سكاي نيوز عربية. لا شك أنه المداولات مستمرة والتركيز الأساسي منصب على مسألة مكافحة التنظيمات المتطرفة، التحالف الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيله لمواجهة تنظيم داعش وغيره من المجموعات في سوريا وفي العراق وفي أماكن أخرى. بداية دعني أسألك معاليك عن مشاركة البحرين في هذا التحالف. البحرين كما فهمنا شاركت في العمليات العسكرية الأخيرة، حدثنا بعض الشيء عن مشاركة البحرين في هذه العمليات. والله هذه كانت مشاركة واضحة، شاركنا بالطيران الحربي البحريني، طائرات F-16، وقصفت أهداف متفق عليها مع الحلفاء والأخوة في المنطقة، وهذه كانت المشاركة وإحنا مستمرين في هذا الشيء طالما المهمة مستمرة. هذه التزام بيننا وبين أشقائنا وحلفائنا، لأن هذا خطر كبير ومهم، وهذا ليس أول مشاركة لمملكة البحرين مشاركة عسكرية. شاركنا في أفغانستان على الأرض، شاركنا بالمدمرة البحرينية صبحة لما على قرب سواحل باكستان، شاركنا في محاربة القرصنة والقراصنة في قرب ساحل عدن وصومال والمحيط الهندي، حماية مياه الخليج العربي. فهذا مسألة المشاركة مع الحلفاء ليس بالشيء الجديد، بل هو جزء أصيل من سياسة مملكة البحرين لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. هل المشاركة تتضمن مشاركة عسكرية فوق الأراضي السورية وفي العراق أم فقط محصورة في المنطقة؟ هذه عمليات عسكرية والمسؤولين عنها وعن ترتيباتها هم العسكريين، فلا نتدخل في هذه الأعمال ولا نتكلم عن هذه التفاصيل. لكن المسألة نحن مشاركون مع أخواننا وحلفائنا في هذه المسألة لتدمير هذا التنظيم الإرهابي. هناك إجماع مع الوزير على أن الضربات الجوية والقصف عن بعد وحده لا يكفي لمواجهة هذا التنظيم، لابد من في فترة من الفترات أن يكون هناك تدخل بري من نوع ما. هل البحرين مستعدة للمشاركة في مثل هذا الجهد؟ والله يا أخي شوف، الآن نحن في مرحلة الجو، وكل معركة وكل عملية لها ظروف، ممكن تكون عملية لا تكفي، ممكن عملية تكون لها ظروف نجاح آخر، فلنترك المواضيع لوقتها، يعني لا نذكرها الآن. هل الهدف النهائي لهذه الحملة واضح بالنسبة لكم معالي الوزير؟ البعض يقول أنه أهداف هذه الحملة طموحة جدا، تدمير هذا التنظيم وتنظيمات أخرى قد يكون هدف طموح، تقليص القدرة العسكرية شيء وتحجيم هذه التنظيمات شيء، ولكن تدميرها بشكل كامل شيء آخر. والله أخي شوف، الآن هناك تضامن، هناك نوع من موقف دولي، تحالف دولي قاعد يتشكل من تقريبا 60 دولة لمواجهة الإرهاب ككل، وهذه هي الآن المعركة التي لها الأولوية، محاربة داعش، هذا التنظيم المجرم اللي حقيقة استهدف، وهذا أخطر شيء، استهدف التطور اللي قامت عليه منطقتنا خلال كل هذه القرون، اللي هو التطور اللي فيه التعايش ما بين مختلف الأديان والأعراق وشيء، بدأ يستهدف هذا الشيء. فالآن المعركة ذات الأولوية هي داعش، لكن الهدف كما سألتني عنه، نعم الهدف هو محاربة الإرهاب، محاربة عسكرية، محاربة إيديولوجية. هذا واجب علينا كبير، أن يكون عندنا الصراحة الأخلاقية أن احنا نتكلم ضد هذا التنظيم وضد هذا الفكر من كل المستويات، خصوصا من رجال الدين. وايضا هناك الجانب المحاربه من الجانب المالي، وقطع اي شريان يوصل لهم اي مال او اي دولار يدخل الى جيوبهم، هذه تتطلب وقت، وهناك جهات متعدده. لا ننسى ان هناك القاعده في الجزيره العربيه، لا ننسى ان هناك القاعده في بلاد المشرق العربي، لا ننسى ان هناك حزب الله في لبنان حزب ارهابي، لا ننسى هناك ميليشيات تعيث فسادا في العراق. تضعون حزب الله في نفس الفئة؟ نفس الخانة، ولا يختلفون عنه بشيء، أجرموا في حق الشعب السوري وأجرموا بحق الشعب اللبناني وغيرهم في مختلف المناطق في العراق، وقاموا بارتكاب جرائم حتى عندنا في البحرين. فهذه منظمة إرهابية لا تختلف عنهم، والمسألة ما فيها أن يجب أن يكون هناك تعامل شامل، والخطة كما فهمناها من حلفائنا أنها هي للتعامل مع الإرهاب وأنها طويلة المدى، ونحن ملتزمون طالما كان هناك التزام. البعض معليك يقول أن المشاركة العربية هي مجرد مشاركة رمزية، وأن واشنطن بحاجة إلى هذا الغطاء العربي السني تحديدا في هذا الجهد، ما رأيك؟ والله يا أخي شوف، إحنا بدل ما أن
ينظر للأمر أنه مشاركة عربية رمزية مع أمريكا، نحن يجب أن نقدر مشاركة الولايات المتحدة في هذه الحرب اللي هي في الأساس حرب تستهدفنا نحن قبل الولايات المتحدة وقبل بقية أنحاء العالم. فنحن لا، نحن ننظر بعين التقدير والاحترام لدعم الولايات المتحدة لنا ضد هذا الخطر الذي يستهدفنا الآن في المقام الأول. ماذا عن مشاركة إيران معليك؟ البعض يقول أنه لابد من مشاركة إيران في هذا الجهد. إيران الآن تقدم تسليح للأكراد في العراق لمواجهة داعش وغيره، هل لإيران أي دور برأيك في هذا التحالف؟ والله أخي، إن أرادت إيران، إيران دولة مهمة في المنطقة بدون شك، ويجب نتوقع منها أن تكون بدور مثل هذا الدور، لكن يجب أن يكون هناك وضوح في التعامل، لا أن تقدم أسلحة لجهة وأيضا تقدم أسلحة للجهة الأخرى. هذا اللي احنا نعرفه من إيران. إيران تسلح، إيران لديها أفراد من الحرس الثوري الإيراني موجودين في سوريا، هذا نحن نعلمه. إيران تسلح بروكسيز اللي هي مثل ما تقول مجموعات بالوكالة، وتسلحهم وتدربهم وتدعمهم دعم كامل، إن كان في لبنان أو في سوريا أو في اليمن أو في كل مكان. فيجب أن يكون هناك وضوح أن إذا بنتعامل، إذا إيران تريد أن تتعامل وتتخذ موقف من هذا الموضوع، يجب أن تكون في جانب واحد وليس في جانبين. هل نتوقع مشاركة دول خليجية أخرى في هذا الجهد العسكري على الأقل؟ والله يا أخي، هذه يعني الحين الدول أنت شفتهم المعلنة، الباقي متروك لهم يعني، بينما هذا لا يمنع أن هنا بقية دول الخليج تقوم بجهود في الدعم، وهناك دعم لوجستي وهناك جهود إنسانية، هذه يجب أن لا يستهان فيها تقوم فيها دول الخليجية. لكن مسألة الدخول في المعارك العسكرية هذه متروك لكل دولة على 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 ما ترى. كما فهمنا معاليك، سوريا الحكومة السورية تم إبلاغها بشكل أو بآخر من قبل الولايات المتحدة قبل البدء في هذه العمليات العسكرية، هل ترى أي نوع من التنسيق الواجب يعني أن يكون موجود بين هذا التحالف وبين الحكومة السورية في هذا الجهد؟ والله ليس لدي أي علم بهذا التنسيق إلا ما قرأته في الصحافة حقيقة. وسمعنا يعني، وهذا شيء راجع يعني لأي دولة قد تريد أن تعلق عليه، بس بالنسبة لمملكة البحرين لم يكن لدينا أي تنسيق مع أي جهة في الجمهورية العربية السورية في هذا الشأن. نعم. هل نحن بصدد حملة طويلة الأمد معالي الوزير؟ هل نحن نتحدث عن سنوات قبل يعني أن تحقق هذه الحملة أهدافها النهائية؟ كما قلت لك، الحملة تستهدف الإرهاب، وهذه المعركة رئيسية فيها الآن. وكما عرفتنا من حلفائنا وكما في من ضمن مشاوراتنا أنها مسألة طويلة الأمد، وحقيقة يجب أن نأخذ الموضوع بجدية، لا أن نتعامل مع جزئية فقط ونترك الباقي يتنامى. الإرهاب ممكن اليوم يكون موجود في الرقعة وفي دير الزور وفي الموصل، وبكرة تشوفه في مكان ثاني كما كان هو في أفغانستان وانتقل إلى هناك. بكرة ممكن تشوفه في اليمن يتزايد، واليمن الآن وضع فيها حقيقة خطير يجب الانتباه له، ممكن يزيد في أماكن أخرى. فالحرب راح تأخذ وقت وطويلة الأمد، ويجب أن لا نتردد في أن لا نغير موقفنا من هذا الشأن وإن طال الأمد. أخيرا معاليك، البعض يقول أن الجانب العسكري هو فقط جانب من هذه الحملة والحرب على هذه التنظيمات، ولكن هناك جوانب أخرى، الأسلوب الفكري، الأسلوب وقف التمويل، كل هذه الأمور. هل أقول لك ثلاث جهات: عسكرية، أيديولوجية، مالية. العسكرية الآن عرفنا وهناك التحرك واضح. الأيديولوجية الآن سمعنا مواقف من كبار رجال الدين في العالم الإسلامي ضد هذا الشيء، وهذا الشيء يجب أن يتواصل وأن لا يتوقف، وأيضا يجب أن يصل إلى حتى مناهج التدريس في مختلف مدارسنا الدينية. يجب أن يكون هناك موقف واضح ضد التطرف. نحن أمة غير متطرفة، نحن أمة متسامحة، وأنا جيلي ربع على هذا التسامح، وأتفاجأ ولست كبير في السن أن أرى هذا الشيء حصل بهذه السرعة. يجب أن ننتبه. الجهة الثالثة هي المالية. هناك اجتماع في الأسبوع الأول من نوفمبر في البحرين، اجتماع مهم جدا، وفيه جميع المختصين في ناحية وقف تمويل الإرهاب، ونتطلع إلى أن يخرج بصورة مشتركة تلزم الجميع بملاحقة الأموال، خصوصا الأموال السائلة. شكرا جزيلا من مكان لمكان. شكرا جزيلا معاليك على هذا اللقاء الذي خصيت به سكاي نيوز عربية. أنا والله أحب سكاي نيوز العربية، والله يوفقكم أخوي مهند. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا. إذن مشاهدينا، كان هذا لقاء خاص مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، جاءكم مباشرة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. إلى اللقاء.